overview about assessment 1 musculoskeletal system 2 breast and lymphatic system 3 trauma patient 4 pre and post operative chapter 10 11 12 13 نظرة عامة حول تقييم الجهاز العضلي الهيكلي والستاديو الجهاز الليمفاوي ومريض الصدمة وما قبل وبعد الجراحة شابتر 10 و 11 و 12 و 13 10 11 12 13 assessment of musculoskeletal system التقييم للجهاز العضلي الهيكلي objective الاهداف obtain complete musculoskeletal system health history الحصول على التاريخ الصحي الكامل للجهاز العضلي الهيكلي perform musculoskeletal system assessment اجراء تقييم للجهاز العضلي الهيكلي introduction the musculoskeletal system provide both support and mobility for the body and protection for internal organs يوفر جهاز العضلي الهيكلي الدعم والحركة للجسم وحماية الأعضاء الداخلية this system also provides red blood cells production and mineral storage يوفر هذا الجهاز أيضا إنتاج خلايا الدم الحمراء وتخزين المعادن each of the skeleton 206 point is shaped to facilitate its functioning تم تشكيل كل هيكل عظمي 206 عظمة لتسهيل عملها ايه health history التاريخ الصحي ask the patient about any symptoms indicating musculoskeletal impairment include أسأل المريض عن أي أعراض تشير إلى ضعف الجهاز العضلي الهيكلي فيما يلي بين ألم weakness ضعف stiffness تصلابة deformity of bone limitation of movement تشوه العظام وتقيد الحركة dislocation is a separation of two bones from their normal position within a joint الخلع هو فصل عظمتين عن وضعهما الطبيعي داخل المفصل ask the patient about change in sensation or in the size of a muscles أسأل المريض عن التغيرات في الإحساس وحجم العضلات زي التنميل أو الدمور بص health history تاريخ الصحي السابق للمريض question the patient about past illness بسأل المريض عن الأمراض السابقة تبركولوز الدرن بوليميلايتس شلل الأطفال دايابيتس السكر بارا سيرويد بروبلمز مشاكل الجارات الدرقية ريكس الكساح نيورو ماسكولار ديسابيليتي اعاقات عصبية عضلية تروما صدمة روماتويد ارثرايتس التهاب المفاصل الروماتويدية بي فيزيكال اكزامينيشن الفحص الجسماني انسبكشن الفحص اسيستماتيك انسبكشن ستارتنج ات ذا هيد اند نيك اند بروسيدنج تو ذا ابر اكستريمتس لوور اكستريمتس اند ترينك فحص المريض بيبدا من الراس والعنق ويصل الى الاطراف العلويه والسفليه والجذع نوت ذا بيشن جنرال بودي بيلد اند سيمتريك اوف جوينت بلاحظ بناء جسم المريض العام وتناظر المفصل اوبزرف فور اني سويلنج deformity nodules or masses and discrepancies in limb length and muscles size براقب اي تورم او تشوه او عقيدات او كتل او تضارب في طول الاطراف وحجم العضلات palpation palpate both muscles and joint to evaluate skin temperature and swelling جس كل من العضلات والمفاصل لتقييم درجة حرارة الجلد والتورم motion assess the patient joint mobility and carefully evaluate the both active and passive range of motion الحركة تقييم حركة المفصل للمريض وتقييم مدى الحركة النشط والسلبي على حد سواء بعناية Diagnostic studies الدراسات التشخيصية Standard X-ray الأشعة السينية القياسية Bone scan فحص العظام Rheumatoid factor عامل الروماتويد Assess presence of auto antibody in serum يبقى هنا عامل الروماتويد بقيم وجود الأجسام المضادة الذاتية في المصل
الكتروميوجرام اي ام جي ايفالويز الكتريكال بوتنشال اسوسييتد ويز سكيليتال ماسلز كونتراكشن، تخطيط كهربيه العضل وبيقيم الجهد الكهربي المرتبط بتقلص العضلات الهيكليه. يوريك اسيد، حمض اليوريك، سيري اكتيف بروتين سي ار بي، سيري اكتيف بروتين اللي هو بيستخدم لتشخيص الامراض الالتهابيه والالتهابات. شابتر 11 اسسمنت اوف بريست اند الليمفاتيك سيستم، التقييم للثدي والجهاز الليمفاوي، اوبتيننج هيلث هيستوري الحصول على التاريخ الصحي، سويلنج تورم لمس يعني كتل، ريدنس احمرار، ورمز دفء، تشينج ان سايز تغير في الحجم، بين اند ديشارج الم وافرازات. بي فيزيكال اكزامينشن الفحص الجسماني انسبكت ذا بريست فور سايز اند سيمتري، فحص الثدي للحجم والتماثل. انسبكت ذا بريس اريولاس نيبلز اند اكزيلا فور اني سويلنج نيديولز اور ارسليشن راشز اور انفكشن. يبقى بنفحص الثدي السجين والهاله على جوانب الصدر الاثنين، والنبلز الحلمات، والاكزيلا تحت الابتين لاي تورم، عقيدات صغيرة اند او قرح او التهاب، طفح جلدي، عدوى. انسبكت اند بالبيت نيبلز فور اني ريتراكشن اند دراينس بليدنج اور ديسشارج. هفحص واعمل جس على السجين لاي ريتراكشن. كلمة ريتراكشن يعني ايه؟ يعني ده نوع من الحلمات. الحلمات عندنا تل يعني في فلات مسطح، وفي الريكتد اللي هي بارزة، وفي ريتراكتد او انفيرتد يعني في منخفصة كده، يبقى او دراينس جفاف في النيبلز، او بليدنج نزيف، او ديسشارج افرازات. طبعا النورمال بتاع الحلمات اللي هو بيبقى اريكتد، بتبقى الحلمه بارزه، لكن العكس بتاعها ريتريكتد او منخفصه او انفيرتد او انفيرتد فلات يعني الحلمه مسطحه. بالبيشن بالبيت ذا بريست فور تيكتشر الاستيسيتي اند تمبريتشر هوت ان ذا بريست انديكيتس انفلاميشن. يبقى بنعمل جس للثدي فور لكي الملمس، المرونة، درجة الحرارة، الحرارة في الثدي بتشير إلى التهاب. بالبيت بريست أند أكزيلا للينف نودز فور سويلينج أند ماس، أوبزرف لوكيشن، سايز، شيب، موبيليتي أند كونسيستنسي. تضخم الثديين والغدد الليمفاوية الإبطية للتورم والكتل، وملاحظة المكان والحجم والشكل والحركة والاتساق. Diagnostic studies for breast and lymphatic system، الدراسات التشخيصية للثدي والجهاز الليمفاوي. بريست بايوبسي عينة الثدي. ماموجرام، الماموجرام ده التصوير الشعاعي للثدي، هو عبارة عن صورة بالأشعة الصينية للثدي. بريست الترا ساوند تصوير الثدي بالموجات الفوصوتية. اسسمنت اوف تروما بيشن تقييم المريض الصدمه. ذا بيك اوف ديث فروم تروما اوكيرز وذين ذا فيرست فيو اورز افتر انجري، يحدث دوره الوفاه من الصدمه خلال الساعات القليله الاولى بعد الاصابه. During the initial assessment the health care team must identify the injuries which is the life threatening injuries are present. يبقى خلال التقييم الاولي يجب على فريق الرعايه الصحيه تحديد الاصابات التي تهدد الحياه واعطاء الاولويه للرعايه. The assessment is divided into three levels. ينقسم التقييم الى ثلاث مستويات. One primary survey
اللي هو المسح الأولي، 2 secondary survey المسح الثانوي، 3 tertiary survey المسح الثلاثي. primary survey المسح الأولي، primary survey is initial assessment of a major trauma patient and is designed to identify immediate life-threatening problem. يبقى المسح الأولي هو التقييم الأولي لمريض صدمة رئيسي، وهو مصمم لتحديد المشكلة الفورية التي تهدد الحياة. أمثلة للمشاكل التي تهدد حياة المريض: airway obstruction انسداد مجرى الهواء، chest injuries with breathing difficult إصابات في الصدر وصعوبة في التنفس، several external and internal bleeding نزيف خارجي أو داخلي. طبعا النزيف الداخلي، الخارجي ممكن نعرفه، لكن النزيف الداخلي اللي هو الانترنال هيموريج دم بيبقى صعب ان يتعرف الا بالعلامات، قياس العلامات الحيوية، فبيتعرف اللي هو الانترنال بليد. ابدومينال انجري اللي هي اصابات البطن. if there is more than one injured patient treat patients in order to priority أو اللي هو الترياج. يعني لو كان، لو إذا كان هناك أكثر من إصابة عالج المريض حسب الأولوية. يعني إيه كلمة ترياج؟ يعني سورت، كلمة سورت يعني إحنا بنصنف المرضى على حسب الأولويات للرعاية، على حسب المشاكل التي تهدد حياة المرضى، فإحنا بنحط اللي هو بنعمل لهم ترياج. يعني إحنا بنصنف المرضى على حسب الأولويات للرعاية. assessment of trauma patient التقييم لمريض الصدمة. the primary survey consists of the following steps: airway breathing circulation disability and exposure. تكون المسح الأولي الخطوات التالية: مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية والعجز والتعرض. airway assessment and protection maintain cervical spine stabilization or control تقييم وحماية مجرى الهواء، الحفاظ على استقرار العمود الفقري العنقي. breathing and ventilation assessment maintain adequate oxygenation تقييم التنفس والتهوية، الحفاظ على الأكسجين الكافي. circulation assessment control الهيمرج and maintain adequate end-organ perfusion تقييم الدورة الدموية، التحكم في النزيف والحفاظ على التروية للأعضاء. disability assessment perform basic neurologic evaluation تقييم الإعاقة، إجراء التقييم العصبي الأساسي. exposure with environmental control undressed patient and search everywhere for possible injury while preventing hypothermia التعرض اللي هو مع التحكم البيئي، ان احنا بنعمل خلع ملابس المريض وبنبحث عن كل مكان عن اصابة محتملة مع منع انخفاض حرارة الجسم للمريض. secondary survey المسح الثانوي. secondary survey is ahead to two examination of the patient looking for other injuries which are not life threatening. يبقى المسح الثانوي بيبدأ فحصه من الرأس إلى أصبع القدم للمريض الذي يبحث عن إصابات أخرى لا تهدد الحياة. it is carried out after the primary survey and immediate resuscitation management of potential life threats in a stable patient to identify the presence of other injuries must in the focus primary survey. يتم إجراءه بعد الفحص الأولي والإنعاش الفوري وإدارة التهديات المحتملة للحياة في مريض مستقر لتحديد وجود إصابات أخرى، إصابات غاب عنها في الفحص أو المسح الأولي المركز. it involves هي بتشمل head to toe examination الفحص من الرأس إلى القدمين، head to toe assessment التقييم من الرأس إلى القدمين، to assess vital signs. يبقى 1 head to toe assessment اللي هو الفحص من الرأس إلى القدمين، و 2
اسس فيتال ساينز، تقييم العلامات الحيويه اللي هي بتشمل ضغط الدم ودرجه الحراره والنبض والتنفس. 3 اوبتين بيشن هيستوري امبلز، بجمع او الحصول على التاريخ الشخصي من كلمه امبلز. ايه الارجس لو في اي حساسيه، بي ميديكيشن ادويه، بي باست إلنسز امراض سابقه، ال لاست ميل الوجبه الاخيره، اي معنى كلمه الاخيره ما قبل الحساسيه، اي اللي هي ايفنتس ريليتد انجريز الاحداث المتعلقه بالاصابات. تيرشري اسسمنت التقييم الثلاثي، ذا تيرشري سيرفي is a repetition of the secondary survey that again aims to pick up mass injuries. المسح الثلاثي هو تكرار للمسح الثانوي الذي يهدف مرة أخرى إلى التقاط الإصابات الفائتة. Pre and post-operative assessment تقييم ما قبل وبعد العملية. Pre-operative patient assessment تقييم ما قبل العملية. The overall goal of the pre-operative assessment is to identify risk factors and plan care to ensure patient safety throughout the surgical experience. يبقى تقييم المريض قبل الجراحة، الهدف العام من التقييم قبل الجراحة هو تحديد عوامل الخطر وتخطيط الرعاية لضمان سلامة المريض طوال التجربة الجراحية. Psychological assessment anxiety and fear from pain this alteration in the body image. التقييم النفسي القلق والخوف من ألم موت تغير في صورة الجسم. A obtaining health history الحصول على التاريخ الصحي. Medication و allergy لو في أي medication يعني موجود مع المريض أو بيتناول المريض المفروض زي الأنتيكواجلانت الحاجات اللي هي مضادة للتجلط، فالمفروض في أدوية معينة احنا بنوقفها قبل العملية. وألرجي لو كان لازم نعرف لو كان في حساسية من أي درج أو لازم تكون واخدينها من التاريخ المرضي التاريخ الصحي بتاع المريض. ريفيو سيستمز طبعا بناخد السيستم اللي هي أجهزة الجسم. كارديو فاسكولار سيستم الجهاز القلب والأوعية الدموية. Respiratory system الجهاز التنفسي. Neurological system الجهاز العصبي. Urinary system الجهاز البولي. Integumentary system اللي هو الجهاز السكين والهير والنيلز الجلد والشعر والأظافر. Fluid and electrolyte status اللي هو طبعا حالة السوائل والإلكترولايت الصوديوم والبوتاسيوم. Nutritional status الحالة النيوتريشن حالة التغذية طبعا حالة التغذية لو كان مثلا obesity أو لو كان في أي مشاكل في النيوتريشنال status بتاعة المريض. B physical examination الفحص الجسماني. Cardiovascular system جهاز القلب والأوعية الدموية. Assess for edema بنقيم لوجود تورم. Inspect neck veins for distension بفحص اللي هو العروق بتاعة الرقبة للانتفاخ. Obtain bilateral blood pressure and pulses. Assess the rate and rhythm and quality. بحصل يعني بحصل على قياس ضغط الدم من bilateral من الناحية الشمال واليمين. And pulses النبض. Assess بنقيم الريت المعدل لو كان نورمال ولا في تاكيكارديا ولا في بريديكارديا. لو كان في ريزم ريجولار او ريجولار منتظم وغير منتظم. او الكواليتي لو كان في سترونج جودة لو كان في سترونج او قوي او ويك لو كان في حالات الابنورمال. ريسبيراتوري سيستم لو جهاز تنفسي. اسس بيزلاين ريسبيراتوري ريت اند ريزم جهاز التنفسي بنقيم معدل التنفس الاساسي والرسم بتاعه ريجولار اور منتظم اور ريجولار غير منتظم. اوبزيرف فور كف ديسنيا اند يوز ماسلز اوف ريسبيريشن بنلاحظ الكحه وضيق التنفس واستخدام عضلات التنفس.
اسكالتيشن لانج فور نورمال اند ابنورمال بريس ساوند. بنسمع الرئة لأصوات التنفس الطبيعية والغير طبيعية للرئة. يورين السيستم، الجهاز البولي، اسيس كلر اماونت اند كاركترستكس اوف يورين، بنقيم لون وكمية وخصائص البول. انتجمنتري سيستم، جهاز الجلد والشعر والأظافر. انسبكت سكين كلر اند سكليرا اوف ايز اوف جوندس، فحص لون الجلد والصلبة من عيون من العيون بتاعت المريض علشان لو كان في جوندس صفرة. اسيس سكين مويست اند تمبريتشر، بنقيم البشرة من الرطوبة ودرجة الحرارة بتاعة الجلد. انسبكت ذا ميوكس ممبرينز اند ترجر فور ساينس اوف ديهايدريشن، بنفحص الأغشية المخاطية والتورم بحث عن علامات الجفاف. علامات الجفاف اللي هو بيبقى السكين بيبقى دراينس، جاف. بوست اوبرتيف اسسمنت، تقييم ما بعد الجراحة. بوست اوبرتيف اسسمنت انيشال اسسمنت ان بوست انستيزيا كير يونت بي اي سي يو، ذا جول اوف بي اي سي يو كير از تو ايدنتيفاي اكتوال اند potential patient problem that may occur as a result of anesthesia and surgery and to intervene appropriately. تقييم ما بعد الجراحة، التقييم الأولي في وحدة رعاية ما بعد التخدير BACU، والهدف من رعاية وحدة العناية بعد التخدير هو تحديد مشاكل المريض الفعلية والمحتملة التي قد تحدث نتيجة التخدير والجراحة والتدخل بشكل مناسب. 1. General patient information، معلومات عامة للمريض. 2. Patient history، تاريخ المريض. three. Intraoperative management، anesthetic medication، total fluid replacement including blood transfusion، total fluid losses، blood nasogastric drainage، urine output. يبقى الرعاية أثناء العملية وأدوية التخدير، إجمالي بدائل السوائل بما فيها البلد ترانسفيوجن، يبقى أنا بعوض السوائل بدي نقل دم، إجمالي فقد السوائل، السوائل بردك بشوف السوائل اللي اتفقدت توتال فلويد لوزز، إجمالي السوائل المفقودة زي عن طريق الدم، عن طريق التصريف الأنف المعدي الأنبوبة الريل. يورين أوتبوت قلنا اللي هي إخراج البول. BACU assessment A airway، assess the airway patents، يبقى بنشوف مجرى الهواء لو كان إيه مجرى الهواء من فتح مجرى الهواء أو إذا كان سالك مفهوش secretion إفرازات أو لو هو محتاج artificial airway محتاج تنفس صناعي. بريسنج اسيست ريسبيراتوري ريت، بنشوف معدل التنفس والكواليتي الجوده بتاعته. اسيست بيشنتس فور ساينس اوف inadequate اوكسجينيشن، بنقيم المريض بحثا عن علامات نقص الاكسجين. سي سيركيوليشن الكتروكارديوغرافي، الكتروكارديوغرافي اللي هو اي سي جي رسم القلب، ميجر بلاد بريشر، بودي تمبريتشر، اسيس كابيلاري ريفير اند كلر اوف سكين، يبقى بعمل رسم القلب وبعمل اللي هو كهربيه القلب، تخطيط كهربيه القلب، اي سي جي وقياس ضغط الدم ودرجه الحراره وتقييم الملء الشعيري ولون الجلد. اوبزرف ذا بريزنت اوف اول انترافينوس لاينز اند اول اوتبوت ديفايسز انكلودنج كاسيترز اند ووند درينج، يعني بلاحظ وجود جميع الخطوط الوردية وجميع أجهزة الإخراج بما فيها الأساطر والأسطرات ومصارف الجروح، يعني بشوف الانتيك كل الانتيك اللي هو كل الانترافينوس لاينز اللي هي الانتيك وأول أوت لاين ديفايس اللي هي الأوت بوت وكل اللاينز دي.
دي نيورولوجيكال اسسمنت تشيك بيشنز اورينتيشن اسيست ليفل اوف كونشسنس، يبقى بعمل تقييم الجهاز العصبي وبلاحظ الوعي بتاع المريض وبقيس مستوى الوعي للمريض. اسيست بيوبل سايز اند رياكشن، بقيم حجم الحجم ورد فعل للاي ورموش بتاعت العين. اي جاستروانتستينال مونيتور اند ريكورد فور بريزنت اوف نوزيا اور فوميتنج، ريكورد فلويد انتيك، يبقى بالنسبه بقيم الجهاز الهضمي وبراقب وبسجل وجود الغثيان او الكي وحجم السوائل، وبسجل حجم السوائل اللي هي داخله في جسم المريض. اي سيرجيكال سايد اسسمنت، اسس السيرجيكال سايد اوبسيرفينج ذا كونديشن اوف اني دريسنجز اند تايب اند اماونت اوف اني درينج، يعني بقيم موقع الجراحة وبقيم مع مراعاة أي ضمادات أو غيار مثلا عليه، بشوف كمان كمية ونوع وكمية أي تصريف، لو في بليدنج، لو في بس، لو في أي ديس تشارج فاحنا بنعمل اوبزرفنج ليها. جيل بين اسس بين ات ذا انسيجن سايد، يبقى بقيم الألم في مكان اللي هو الانسيجن، مكان الجراحة.